يبدو أن اللبنانيين على أعتاب مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية تسببت بها مشكلات جيوسياسية هي الأعقد منذ الحرب الأهلية. تقرير للبنك الدولي كشف عن ارتفاع معدل الفقر في لبنان بشكل ملحوظ ليصل إلى 44% من مجموع السكان، ليعيش واحد من كل ثلاثة لبنانيين تحت خط الفقر، حيث تشير النتائج إلى أن عدم المساواة في الدخل قد تفاقمت بين اللبنانيين مع ارتفاع فجوة الفقر من 3% في عام 2012 إلى 9.4% في عام 2022. ويكشف تقرير البنك الدولي عن زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022. ويظهر هذا الارتفاع الحاجة الملحة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة التحديات المتنامية التي يواجهها اللبنانيون. وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي دخلت عامها الخامس، أجبرت الأسر اللبنانية على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية وخفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل. ومع النمو السريع للاقتصاد النقدي المدولر، تجد الأسر اللبنانية التي تحقق دخلاً بالدولار نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار تجد نفسها معرضة بشكل متزايد لمخاطر تصاعد وتيرة التضخم.